السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. راح نتكلموا عن اليمن وباش نتكلموا عن اشياء مميزه توجد الا في اليمن. ولكن اول شيء نعرفكم نوعا ما عن اليمن. اليمن هو بلد عربي اسلامي يقع في جنوب شبه الجزيره العربيه وجنوب غرب قاره اسيا. ويعد اليمن ايضا هو مهد الحضارات العربيه، واكتشف اول انسان عربي في اليمن قبل 2500 سنه. الدين في اليمن هو دين الاسلام، 99% من سكان اليمن هم مسلمون، والباقي ينقسمون بين يهود ومسيحيون، واغلبهم هاجروا اليمن. عاصمه اليمن هي صنعاء، تعتبر من اقدم العواصم التي يزال يسكنها الناس إلى حد الساعة. واللغة الرسمية في اليمن هي العربية، وأقلية من اليمنيين يتكلمون الأمهرية. والعملة الرسمية في اليمن هي الريال اليمني. ويوجد في اليمن أكثر من 200 جزيرة في اليمن، ومن أهم هذه الجزر هي جزيرة سقطرى التي صنفتها المنظمة العالمية كتراث عالمي، أن هذه الجزيرة توجد فيها أشياء مميزة من طيور ومن حيوانات ومن زواحف أيضا، وحتى أشجار لا توجد إلا في هذه الجزيرة. وأيضا جزيرة سقطرى تعتبر من أهم الوجهات السياحية في اليمن، حيث جزيرة سقطرى تتميز بجمالها الرائع ومناظر الخلابة الموجودة فيها. ومن الأشياء النادرة التي توجد في جزيرة سقطرى وفي اليمن فقط هي شجرة دم الأخوين. ويوجد في اليمن أكبر مناجم للحجارة الكريمة، ويسمى بالعقيق اليمني، ويستخدم في صناعة المجوهرات. جبل حاجة يصنف من أكثر الجبال والأماكن يوجد فيها ذهبا وفضة في العالم. وأكبر بوابة تجارية في العالم توجد في اليمن وتسمى باب المندب، أيضا سد مأرب الذي يعد من أقدم السدود في العالم، وتعود بنايته إلى القرن الثامن قبل الميلادي. ويسمح في اليمن بيع السلاح في كل مكان وفي كل المحلات بكل سهولة وبساطة، حيث يستطيع أي شخص أن يشتري سلاح. ويحتوي اليمن على 43% من مخزون النفط العالمي. العسل في اليمن، العسل الدوعاني يعتبر نوع نادر من العسل في العالم، ويوجد إلا في اليمن فقط. وأكثر من 80% من النساء في اليمن يرتدون النقاب، وباقي النساء يرتدون الحجاب بوجه مكشوف. وهذا شيء جميل ورائع جدا، كل الاحترام والتقدير لإخوتنا في اليمن، والاحترام كبير للمرأة اليمنية. التكافل الاجتماعي في اليمن، أن الشعب اليمني شعب مضياف وكريم جدا. تعتبر الجنبية اليمنية من أشهر الخناجر العربية، وصناعة الجنبية هي أحد الحرف التقليدية الأكثر انتشارا في اليمن. وأيضا اليمن ذكر مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة سبا ومرة في سورة الأحقاف. قهوة المخا تعد من أفضل أنواع القهوة في العالم، وهذا النوع من القهوة يوجد إلا في اليمن فقط، وأن أهل اليمن أول من اكتشف القهوة. وانتشرت القهوة من اليمن إلى العالم عن طريق باحث بريطاني زار اليمن. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى عجبكم الفيديو واستفدتوا من المعلومات وتعرفتوا عن اليمن، وهذا إلا القليل عن اليمن، لأن حديث عن اليمن يحتاج ساعات وسنين طويلة، لأن حضارات وثقافات عديدة وكبيرة توجد في اليمن، وأنا من أحب البلدان إلي كجزائري اليمن. وتحية واحترام إلى أهل اليمن، نتمنى إن شاء الله نزور هذا البلد الذي بالنسبة لي يعد كنز مدفون. ولا تنسوا في التعليقات أن تكتبوا اسم البلد الذي تريدون أن أتكلم عنه. السلام عليكم.